صاحب شعبية كبيرة جدا هنا ملعوبة في الأمام ومحاولة دافيد فيا داخل منطقة الجزاء والبداية الكتالونية والبداية الكتالونية تحدثنا يا تشيفاس البادي أظلم البادي أظلم من البداية الفريق المكسيكي استفز الفريق الكتالوني وبعد ذلك رأينا الرد عن طريق اللاعب الذي لا يلاعب أبدا دافيد فيا يدون الهدف الأول لصالح برشلونة في هذه المباراة في وقت مبكر وباكر في هذه المباراة يا دوب نتحدث عن 4 دقائق من بداية المباراة ويأتي دافيد فيا ولكن تشوف جيرارد بيكيه الباص وزنه بالمصدر والقلم بالمصدر والقدم وزنه على قدمه وقال له رسالة مسج فقط جيبها من المرمى جيبها وضعها في المرمى يا دافيد فيا ودافيد فيا حافظ ضرب المرمى تماما حافظ قبل شيء لريال مدريد من إمضاء تركي الألماني مسعود أوزيل في الدقيقة 12 من صناعة الفرنسي الجزائري كريم بنزيمة الكرة الآن لمصلحة برشلونة الذي بدأ يتحرك والكرة عند دافيد فيا دافيد فيا يصوب في المرمى رائع الكرة رائع الكرة وبرشلونة يطل ويضرب بقوة من هجمة واحدة ناجحة يسجل دافيد فيا ويحتفل على طريقته بتصويبة مقوسة تذكرنا بذلك الهدف الذي أحرزه في نهائي دوري الأبطال دافيد فيا حاسة الهداف موجودة المهنة هداف بالفطرة وبالتالي هدف التعادل الكتالوني في الدقيقة 36 لديفيد فيا ويعني يمكن القول بشيء من التحفظ أن برشلونة عاقب ريال مدريد على عدم استغلال تفوقه طيلة نصف ساعة كان بإمكانه يسجل هدف ثاني لكنه تراخى بعض الشيء هنا برشلونة يسجل دافيد فيا أمام سيرخيو راموس الذي سمح له بتصويب فأرسل كرة رائعة مقوسة إلى المقص الأيسر من مرمى إيكر كازيس صعبة جدا على الحارس رقم 1 في إسبانيا أن يبعد هذه الكرة وبالتالي هدف التعادل لمصلحة برشلونة لاحظوا كيف هدف مقابل هدف وفرحة كتالونية مشروعة في مقعد البدلاء وفي كل مكان أكيد هدف مقابل هدف الآن المباراة تعود الكثير من المعلقين يقولون أن الدوري الإسباني هو دوري ناديين هو دوري برشلونة وريال مدريد فقط والبقية كبارس هذه خطيرة وليس هناك تسلل وميسي وديفيد فيا هدف ثالث ممتاز اللقطة وديفيد فيا يحرز الهدف الثالث للبرسا والدقيقة 34 تشهد ما يمكن اعتباره رصاصة الرحمة ما يمكن اعتباره حسما للنتيجة بأن النتيجة لم تعد موضع شك والتصفيق بالأيدي المرفوعة لهذا العمل الجماعي من برشلونة الذي يتوج دائما بالبراعة الفردية ولولو لاعب الارتكاز وبرشلونة يحلق عاليا في الكامب نو ثالث الأهداف في الأسبوع الماضي كان توقف البرسا في المرتين عند حدود الهدفين لكن هذه المرة دافيد فيا يسجل هدفه الأول في هذه المباراة والأول في هذا الليغا يتخلص ويسجل لاحظ إريك أبيدال يلعب الكرة أمامية فيا كان إلى جانبه ميسي لكن فيا تخلص من الحارس ووضعه في الشباك طبعا مع الجماعية أحيانا المهاجم يجب أن يكون يعني لا أقول أنانيا هذه ليست أنانية ولكن هنا يقوم بعمله ويتخلص من الحارس ويضع الكرة في الشباك ويحرز الهدف الثالث ولاتياغو ألكانتارا يعطيها هناك في وسط الملعب إلى فابريغاس يحولها إلى داني ألفيش المتواجد دائما في نصف الملعب المقابل من النادر أن تجده في نصف ملعبه يدافع كظهير هنا فابريغاس يتقدم ودافيد فيا في موقف تسلل والكرة ترتد إلى فابريغاس فابريغاس ينفرد فابريغاس الآن يعطي دافيد فيا ودافيد فيا الآن يسجل الهدف السابع لبرشلونة العناق بين الاثنين الشكر طبعا لحسن حظ دافيد فيا أن التمريرة الأولى من فابريغاس لم تمر إليه وإنما اصطدمت بالمدافع وعادت إلى فابريغاس قد يسأل سائل هنا هل ترفع الراية هذا هو النقاش ربما بين أندريس فرنانديز حارس فريق أوساسونا يعني كما قلت يعني الشات المذبوح لا يهم السلك لكن الحارس يعني يتألم عندما تزيد الهدف في شباكه وهذا ثاني هدف هذه الأمسية لديفيد فيا والثاني هدف في الليغا الإسبانية لاحظوا هنا يحاول أن يمرر لا تصل الكرة إلى فيا المسلل الآن يعطيه الكرة وقد صحح وضعه ديفيد فيا ليحرز الهدف الثاني له شخصيا هذه الأمسية والسابع لبرشلونة هذا يوم الأهداف وأمسية الأهداف وديفيد فيا من جديد يعمق جراح أوساسونا ويسجل في الدقيقة 76 الهدف السابع 7 أهداف مقابل لا شيء أكبر 6-1 و6-2 و8-0 كأنك في رياضات غير كرة القدم لا ليغا ستحاول أن تستعيد تنافسها والمباراة الأخيرة قوية والهدف الأول جول مش ممكن مش ممكن من المجنون الثاني دافيد فيا 9 دقائق هي فترة الصمود للمدريديين للأتلتي
وتسعة دقائق هي من تأكيد إبداعات الناس الأخرى، الناس الأخرى، الناس اللي قادمين من أرض أخرى، من سماء أخرى، اسمهم برشلونة. 1-0 عن طريق المربية. شوف الجول، شوف الجول وبعد نحكي. شوف اللقطة الفنية اللي عملها، شوف هذا دافيد فيا المترو 60 اش عمل، شوف الباس يهرب من التسلل. مش ممكن بيريا، ما تخليش وراك لاعب اسمه فيا، سامحني نتعدى، سامحني. اسقط اللاعب مشاه للبحر وحط الكرة في الجول. 1-0 الكنترول، ثم الابتعاد على بيريا، طاح وحده من الخوف، يراوغ المدافع الثاني ويحطها في Bueno, aquí hemos llegado a Barcelona, vamos a tener el Steam Haas, Cuenca. Tuvo Sanz, Mikon, Rui, Darvos, Xavi, Sarva, Gole, Sebon, David Villa, Sabacaro, Gole, Charam, David Villa, Sabacaro, Char, Barcef, Mikon. عالی کار کرد کوئنکا، یه پاس گل فوق‌العاده رو مایه کرد به داوید ویا. ویا هم نامش در بین گلداران مسابقه ثبت میشه. بارسلونا 4 ساراگوسا 0. 75 دقیقه بعد از گلزنی برای سیمه ملیه اسپانیلو که چقدر راحت تو پا از دست در اینجا. یه پرس خیلی ساده تو با نصیب کوئنکا کرد، اینجا حرکت کرد، سانش هم انجام داد، دفعه ناقص و طبیه که سر به سر شیرجهی بدین شکل داوید ویا به گل چهارم تیمش تبدیل میکنه. سازنده گل یک جوان 20 سالی گلنام هم حساب ganar cómodo, ganar sin sufrir y ya encima que te marque el jugador que más Ale kiedy się zaczęło sypać wszystko, no to się sypie już po całości. No podobnie zresztą było w meczu dla Santiago Bernabeu tej drużyny. Tam gole padały w 39, 45, 51, 67 minucie, a więc tam się po przerwie drużyna przestała grać dobrze w obronie. A tym razem akcja obrońców i tam błąd. No Botelho, na prawej obronie dzisiaj ustawiony, jak już mówiliśmy, Brazylijczyk na pozycji dla siebie nowej. Razem zupełnie nie wyczuł, co się dzieje, nie wyczuł pisma nosem. Ale zaraz, w takim tempie to my nie możemy...